كتبنا معنا؟ طيب نفتح كتبنا سفر نشيد الأنشاد سفر نشيد الأنشاد صح الأول نشيد الأنشاد الذي لسليمان ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارة كلام غريب على البعض بعرف بس هلأ منصله لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما ليروح الله ولا يفهم كنا هيك معلش بيجي وقتها تعرف شو معنيتها هالأمور روح لدوس رح يكشف لك إياها اجذبني وراءك فنجري أدخلني الملك إلى حجاله نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر بالحق يحبونك أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قدار كشقق سليمان لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني بنو أمي غضبوا علي جعلوني نطورة الكروم أما كرمي فلم أنطره أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى أين تربض عند الظهيرة لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك آمين آمين من بيركك ومنشكرك لأجل هالكلمة الحية نقول لك يا رب الكلمة بين إيديك وعبدك بين إيديك وشعبك بين إيديك امسح الكلمة أعطي عبدك كلام حسب الحاجة ما بدنا فلسفات ولا بدنا يا رب أمور بالعقل بدنا كلمة تفوت لأرواحنا لقلوبنا لأعماقنا تبحش فينا الأمور الغير مرضية وتنقينا وتجملنا بخلاصك في هذا المساء وتقربنا منك وتدوقنا حبك الحقيقي ونختبر عمق حبك ونعرف قلبك في هذا المساء يا رب منصلي حماية على كل ذهن على كل فكر على كل إنسان قدامك يا رب حماية من كل روح تشويش يا روح الله زور كل نفس في هذا المساء يا رب أول عبدك وحيط هيدي النفوس بهالي من مجدك يا رب وبإعلان من عندك تفتح البصيرة تفتح القلوب تعطي فهم روحي في هذا المساء لكي كل واحد يدرك ويعرف أنك إله محبة محبة الله محبة أنت محبة الله نور أنت نور أنر بحبك حتى كل نفس في هذا المساء تذوق حبك وتعرف أنه بدون حبك هي ميتة مجد وخذ المجد وحدك وحريصين نعطيك كل المجد يا رب لأنك الفضل كله لإلك يا مخلص نفوسنا ويا فادي نفوسنا إلك كل المجد بارك أسيسنا بسفرته كمان أحفظه وحميه وتمجد فيه وبعائلته ورجعه بسلام على هذه الكنيسة يا رب لكي أيضا يا رب يكون حامل معه بركات جديدة من هذه السفرة باسم المسيح آمين آمين يا أحبة هذا النشيد هذا السفر نشيد الأنشاد من أغرب الأسفار في الكتاب المقدس في أشخاص لما كانوا يوصلوا لهالأسفار يخذوها من الكتاب المقدس
في ناس لأنه تربوا بأجواء جسدية منطقية فهموا الله غلط وافتكر أنه هيدا السفر مش من الله فكان يخزقوه. في فترة التسعينات علمت بمدرسة إنجيلية شي 3 سنين فكتير تواجهت بهالموضوع كتير إن كان من أساتذة أو من معلمات أو من طلاب يعني لأنه المدرسة كانت بالمصايف تحت وأغلبية الطلاب يعني 3/4 الصف ما كانوا مسيحيين يعني بدك تشيل 5% مسيحية إذا مش أقل 3% يعني يبقى الصف في 35 ولد أنجأ تشيل 5 من خلفية مسيحية وكم شخص من خلفية درزي والبقية مش مسيحيين من أحبائنا الإسلام. ففي منه كانوا يخزقوا السفر للنشيد الأنشاد كنا نوزع الكتب عليهم أرجع لما الكتب أتصفح أحيانا لقى هالكتاب تذكيرته شواذ مش مضبوطة تفتح لين خازقين نشيد الأنشاد تصوروا بعد شو قالوا يسوع لتلاميذه طوبى لعيونكم لأنها تنظر طوبى لأذانكم لأنها تسمع. وأنا بدي أقول لك الليلة بتمنى تاخذ الطوبة إذا بعد ما أخذتها يعني يا هني يا سعادته يا فرحته يا بخته يا نصيبه الصالح يلي شايف يلي كان يسوع شايفه يلي تلاميذه كانوا شايفينه. هذا السفر يا أحبة بيحكي عن شخصية المسيح كعريس الكنيسة. ما تفكروا رسالة غرام بس عادية وسليمان كتبها لشخص لإنسان كان يحبها إيه بس بوحي من الروح القدس لأنه فيها أمور فيها ألفاظ فيها نقاط ذكرت تنسب لشخص المسيح وكنيسته. بس الفاهم يفهم مش كل الكتاب فينا نفهمه سطحي. بقول الكتاب قال الإنسان الطبيعي لا يقبل ولا يفهم ما لروح الله. من هيك في اشي بتقريه حتى بالعهد الجديد بتحس حالك وقفت شو عم يحكي. بطرس ذكرها برسالته قال في اشي عسرت الفهم قال كتب بولس هو ما فهمها. لك الحكي بطرس في اشي ما فهمها كتب بولس لكن بيقلك قال يحرفها غير العلماء غير الثابتين متزعزعين. إذا كتبنا معنا نفتح على السفر نشوف ليقبلني بقبلات فمه. إحنا نعرف إن هذه القبلة قبلة الغرام المحبة لأن حبك أطيب من الخمر. تعرفوا اللي بداء حب يسوع هذا الكلام بالنسبة له تركي أو لا يليق. رح أقول لك شيء غريب مع أنه صار معي أنا صراحة يمكن البعض عرفه أو سمعوه مني. سنة 2002 لما الرب جابني على هالكنيسة جيت بشغل أنا ما جيت كرميل بس أنه اسمع عن الكنيسة لأنه كنت بعرف الرب كان صار لي 16 سنة مع المسيح وكنت خادم حتى بالكنيسة كنت خادم بالكنيسة مش انه بس مؤمن عادي انه جيت ما جيت لا بالناقص واحد لا كنت خادم. فبالصيف كنت قضيها شغل بالكتب الروحية والكاسيتات والسيديات واللوحات والايات كل شيء روحي يعني 90% كان روحي اشياء تانية حياتية بتنعاز بالبيوت. ف أختي كان عندها كونسير قبل ما تنتقل على السما كانت قاعدة هي وأهلي بكسروان. فقبل بسنة حضرت هالمؤتمر حدا من الإخوة كنا منعرفه كان يتردد على الكنيسة فعزمها وكانت الكنيسة ببداره مطرح ما نحن كنا بعيدة فهونيك فايترون 10 دقايق بتوصل إذا مش أقل
مطرح ما كنا ساكنين وصل. فعزمتني وشدت علي تأطلع. فتحربت كتير اني ما اطلع. انا بدي اوصلكم لاول آية. فتعرف انه يسوع حقيقي. وكل كلمة من الله نقية. فعزمتني قالت خيي بليز تعال. كتير كتير رح تفرح باجتماعات الكنيسة بالمؤتمر. تعال. قلت لها رح اعمل جهدي. لأنه كمان كان عندي خدمات تخدلي من وقتي يعني. في توقيت معين ما في اني اجلها. ولا ما نفوت فيها. فتحربت ما اطلع بصحتي بالفان. صار في كذا عطل بالفان انا وطالع. كمان بصحتي. حتى صوت الرب كان واضح لإلي. بدي طلع كتب. انا كنت معود ابرم على 6-7 مؤسسات روحية كتب. اخذ منهم بالامانة اعرضهم كل الصيف. واخر ما اخلص رجع الامانات ونعمل حساباتنا شو راح وشو بقى. كان صوت الرب واضح لقلي ما تاخذ معك كتب. يا رب ما بدي اعيش. ما بدي اعيش. كيف ما بياخذ كتب؟ بالصيف انا شغلتي بالكتب. بدي اخذ بدي طلعته. ما بدي بنزينيتي. ما بدي اكليتي. ماني ولد يعني. اجار بيتي كان 240 دولار من 2002 عم بحكي. قال لي رب ما بتطلع ولا كتاب. ما تستغرب عم لك الرب قال لي لما بتتقابل مع المسيح بتختبر خلاصه رح يصير هيدا الكلام بالنسبة لحياتك حق. حق. انت لانك هلا مقطوع العلاقة معه صعب تفهمها. الله قال لك ايه؟ ليه الله اخرس؟ قال غارس الاذن الا يسمع؟ صانع العين الا يرى؟ قال من خلق للانسان فمن؟ موسى لما اجى عم يدعيه يخدم قال له يا رب انا بتاتي. قال له مين خلق لك التم؟ واذا بتاتي انا قادر خليك تبطل التاتي وخليك تحكي عادي. فكان صوت الرب واضح بحياتي. انا صرت اتشارع انا والرب يا رب لا ما بصير بدي طلع كتب. قال لي ما بتطلع ولا كتاب. صدقوني صار عندي انزعاج بداخلي مش طبيعي. ولا كتاب روح جيب. طربقت على راسي يعني ما بصير. صار عندي شوة مثل شيء عم بيقول لي لا ولا كتاب. في الاخر سيوامت معه. قلت له كتب مقدسه بس. كتب مقدسه. ما بياخذ غير كتب. الانجيل كتابك. قال لي حتى الانجيل ما تاخده. كتب انه ياخذ كتب للبيع. قلت له طيب راح اخذ الكتب تبعولي ما راح جيب شيء. راح جيب بس كتب مقدسه وكتبي انا. صدقوني هيك عم بحكي عم بمزح. قال لي استفيل. شوف الرب شو طيب. انا هيك بعمل مع اولادي. لما بيعنده قلو انا رأيي هيك. ما بدك؟ اوكي استفيل. رحت عجبتني كتاب مقدس. جبت كتب مقدسة. واخدت كتبي انا بس. بس كان عندي انزعاج مش طبيعي. ليه؟ رب ما بدو ياني اخدهم. وكان صار له فترة رب يقول لي بدي اوقف لك المصلحة. هيدي بدها توقف. المهم. بدي دور الفان. ما كان يفصل الفيتيس. مش عم بيصير. ما كان يركب الفيتيس. طب بدي دوره ما كان يدور. البطارية فاضية. الفيتيس ما عم يفصل وحله. وأنا كنت مجرب. أكلت قريب جمعتها. صوروا في آب. وأنا عم بعرق من القريب. مي جسمي مي مي. يعني جسمي تعبان. بالآخر بدي يطلع. ضليتني احقن بالدبرياج لحتى اركب الفيتيس. مش الحال. ذكرت الفان من سيارة. كان عندي سيارتين بعدها معي. لحتى ادوره دار الفان. قال لي طيب رب اوكي. وصلت على مفرق اجعيطة وانطفى الفان. بطل يمشي. شو عم بيصير؟ دور يدور. اجي بدي امشي يرجع يطفي. نزلت تحته كان لابس ثياب عادي. قميص قبي وبنطلون. صرت كلني بنزين وجاي من الفان. فك مباريش حط مباريش. مكان يدور. بالزور بالزور. اتحربت اتحربت حرب. كأنه رب كان عم يقول لازم تطلع كنت بالسيارة. في اخوة بيتذكروا شو صار بوقتها. ما فتحت الفان كل المؤتمر. كل المؤتمر ما فتحته للفان. قال لي رب طلعت على الفاضي. بس شوفوا رب شو طيب حتى ما يفشلني. بالاخر وصل الفان بالحليش. كنت رجع انزل على بيروت.
رجعت دورته بدي انزل نزول، دقيت لفارس كان بعده فارس ما بيع الجراج. قلت له يا فارس عم بيصير معي هيك هيك، شو بعمل؟ علمني على طريقه، مشاني على عشقوت وحطيت له شوي دواء بالريزرفوار تيمشي الحال. بالزور وصل على الدير تبع فيطرون انطفى انطفى. بس صدقوني ما عدت فتحت ولا عرضت الكتب مع انه مبينين فيه يعني موزيز. هونيك الرب كان ناطرني. ما هو ليش قال لي ما تطلع كتب؟ انه انا بدي انفرد فيك، بدي انا هلأ تدوق شيء مني بعد جدائه بحياتك. دقت الخلاص اوكي، دقت الغفران اوكي، لك حياة ابدية، بس دقت حبي، حبي انسكب فيك بطريقة بعد مش دقيقة بحياتك. شايفوا هالآية؟ انا دقتها مع يسوع. رب ما يسمح تفهموني غلط، بالروح عم بحكي، بالروح مش بالجسد. تبي ما تقيسها جسديا ابدا. صدقوني كان نهار احد، رب تعامل معي، بديش طويل، تعامل معي من قبل، بس نهار الاحد لما الرب زارني ولمسني، صدقوني شعرت بالروح بقبولاته. دبت. شفتوا ليه بتقول العروس ليقبلني بقبولات فمه؟ لانه عفوا بتعرفوا هالقبله هي قبله المحبه. شخص قبل الثاني مع انه بهالايام خربت يعني، رب يرحمنا. فهي قبله المحبه، يعني الاتصال، ذروه اتصال والتعبير عن الحب. واكيد هيدي المفروض تكون بين الزوجين يعني. انتبهوا ها؟ ددي. فالرب صدقوني ذوبني. في مطرح بتقول شماله تحت رأسي، هيك عمل معي، شعرت بشماله تحت رأسي، مش عم بمزح. ويمينه تعانقني. يسوعك قادر يزورك بطريقة ما بتعرف كيف. يلي طالعين على اللقاء يمكن هيك يعمل معك باللقاء، يمكن شو حيشتك رح يعطيك. تبي أنا وقتها كانت حيشتي، أنا هيك فهمني إياها، كانت حاجتي دوبني. قال لي أن حبك أطيب من الخمر. صدقوني لما وعيت من هاللمسة عرفت شو يعني واحد بيسكر. ما كنت بسكر بحياتي، ما بعرف شو السكر، ولهلأ ما بعرف الحمد لله، بس عرفت شو واحد يسكر بالروح. صدقوني اللي الرب قادر يعمله فيك لا يخطر على بال إنسان، مش عبالك إندس، عبال أي إنسان تاني. قال والقادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. شفت أحيانا نحن مننشف بهالعالم ومنيبس ومش عارفين ناخد قرارات، مش عارفين إذا هيدا منحبه بنطول بالنا عليه ولا لا، أو هيدا لازم نكمل معه ولا لا، أو هيدا لازم نصلي له ونتابعه ولا لا، لأنه خزينك فاضي. لما سألت الرب قلت له يا رب شو عم بصير؟ فهمني. قال لي صار لك 16 سنة هيك حرفيا بتعطي بخدمتك من الاحتياطي اللي عندك، من الاحتياطي. عارف شو يعني احتياطي؟ يعني كمية قليلة. خود مني حب، أمواج 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 حب، صدقوني أمواج أمواج. كيف أمواج البحر؟ أمواج من حب، شيء مش طبيعي. إني أغرق أغرق أغرق، صدقوني. بس شو حلو هالغرق؟ صدقوني ما في أروع من هيك غرق بيسوع. بس مش الهدف تبقوا إني ضلني أنا عايش بهالحالة. تعرفوا هيدي مرحلة رب بأهلك فيها وبيغنيك فيها حتى تطلع لهالعالم للحقل يلي حطك فيه وتشتغل فيه من كل قلبك، وتعرف انه سيدك يستحق انك تعمل من اجله، ومثل ما غناك وبيحبك بيحب غيرك. بتعرف لما انت من هاللمسة عرفت قديه بيحب العالم، لانه اللي صار معي بحياتي مش صاير بحياتي، واهلي استغربوا شو عم بصير معه لهالصبي. بتعرف البي بيقول عن ابنه الصبي لو عمره 30 سنة يضل صبي،
شو عم بصير يا أحبة؟ صدقوني لما وعيت عم بتطلع بالناس ودموعي عم بتكر حب. شو عم بصير؟ مثل واحد يعني الناس بفكروا هذا مسطل بشي، بس أنا من جوا مغروم بالناس. كأني كنت قبل أطلع بالناس انتقدهم، لك شكله هيدا، لك منظر، لك شو لابس، لك كيف عامل، لك كيف قاعد. لا، لما وعيت من هاللمسة شو حلوين، شو طيبين، شو رائعين، قدي الرب يحبون. صدقوني أنا استغرب منين الحب عم بيفيض وعم بتطلع فيه. النظرة السلبية راحت، صارت نظرتي نظرة حب وتحنن ورفق ولطف وطيبة. شفتوا ليه احنا احيانا ما بنطيق العالم؟ شفتوا ليه احيانا نتعامل بسلبية مع الناس؟ منكون عفوا لؤمة وما في مش مليان. يسوع ليش كان يتحنن على الناس؟ ليش كان يشوفهم قال كخراف لا راعي لها؟ لأنه هو محبة. لاحظوا الفريسيين لما شفوا المرة نهار السبت بالهيكل 18 سنة من حنية، ربط الشيطان ايه ومو كانوا عم يقولوا له ما لك حق تشفيها بالسبت، ما لك حق تركها السبت. لاحظ هو ما قدر نظر لتاني يوم. تعرف يمكن كان التوقيت المناسب من الله تيشفيها بهالوقت. في ناس الله تعمل معهم بتوقيت معين، لو ما استغلوا هالفرصة راحت الفرصة علينا للأبد. عارف أعمى أريحة المرة الوحيدة اللي مرق فيها يسوع من أريحة بالوقت كان فيه هونيك؟ لو ما استغل الوقت وركض لعند يسوع كان ضل أعمى كل عمره. سكة لو ما استغل الفرصة وفتش على يسوع اللي بينسمع عنه بيخبره عنه بيشفي بيخلص بيريح التعبانين بحب العالم كله وعم بيوبخ الفريسيين، بدي أعرف من هو هذا الشخص. وضحى بسمعته وضحى بمركزه وطلع على شجر جميزي كان قصير. ليه؟ بدي يشوف يسوع. تصور يسوع كان عارف شو عم بيصير مع زكا. بين الجموع كلها طلع بالشجرة قال له زكا زال. بعرفوا زكا تفاجأ؟ تفاجأ. ليه؟ كان توقيت إلهي راحت الفرصة. يمكن الليلة ليلتك، رب عم بيقلك الليلة أنا بدي زورك، أنا الليلة بدي تفتح لي قلبك. أنا ده واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخلوا إليه. مين عم بيقلك بدي أدخل؟ يلي مليان محبة، يلي هو محبة، وأتعشى معه وهو معي. طمن بيلك مش عايزك، ما هو عطيك الصحة والقوة تتوقف على اجريك وتشتغل وتعيش. مش عايزك، هو بده قلبك. قال يا بني اعطني قلبك. رح أخبركم قصة فتعرفوا الله قديه بيتعامل بالفرص. شاب مصري اسمه عادل، امه مؤمنة بتحب الرب كتير، تصلي له. كان بعده طالب وكان بأواخر السنة الجامعية تبعيته، بيخلص جامعة وبعدين ببلش يدبر على شغل. قصة حقيقية. كان كتير يطنش عن موضوع خلاص نفسه لما أمه تحكي عن يسوع. تركيني هلأ بدي أعمل مستقبلي، جامعتي، بدي دبر وظيفة، بدي أتجوز، بدي افتح بيت، بدي بدي بدي. تقول له يا ماما اعطي قلبك ليسوع، يسوع بيدبر لك الامور وبيفتح لك عيونك وبيفتح لك الطريق، مو بيفتح الابواب قدامك. تركيني تركيني. خادم للمسيح اسمه عازر بطرس، في كم حدا سامع فيه؟ يمكن عازر بطرس مشهور بشهادة ابو العز، عنده شهادة خلاص نفسه بيحكي فيه عن يسوع بيسميه أبو العز ولا أروع. لهلأ أنا أديه صار لي بسمع سنين
ما بيشبع منها الشهادة. هيدا الخادم الرب أفرغه للخدمة، داعيه للخدمة، وكمان كتير عذب الرب تفهم عليه حتى تجاوب وتفرغ للخدمة. فهونيك النهار كان عنده أسبوع انتعاشي ورا بعض، كل يوم اجتماعات خلاصية وتعبين، وكان معه سكري، والسكري بتعب الخادم. إذا خادم وسكري تعرفه بهد. في حدا لا سمح الله ومعه سكري؟ لا سمح الله، تعرفوا السكري بهد. فلما وصل آخر اجتماع، خلص الاجتماعات وصل على البيت، قالك هيدي ارتاح شوي، رب يكلمه. كمان بيكلمه لقاله، شوفوا رب اللي بيتكلم. شو قال؟ تتذكر شو قريت بأشعياء؟ لأن فم الرب تكلم. قال له بتروح على هالمنطقة، ما بتذكر اسم المنطقة، بس بمصر مسافات، بتروح لعند عادل، تتذكروا لعادل؟ قال له أيوة يا رب. قال له بتروح وبتخبره إنه لازم يعطيني حياته، لازم يسلمني قلبه، لازم، ما بقى يأجل. قال له يا رب أنا تعبان، أروح بكرة الصبح. قال له لا بتروح هلأ، ما أنا جاي من الخدمة تعبان وعارف السكري بيهدني. قال له بتروح هلأ يا رب، ما بيصير. قال له دلوقتي دور السيارة وروح. رب ما كان يقبل يتنازل عنه ولا ليلة. قال له دلوقتي بتروح. تلفين الزلمة دور وراح. بيوصل من بعد مسافة، بدق على الباب، تفتح الأم، أخ عازر، يا هلا يا هلا يا هلا. بسطت فيه قد الدنيا، بس تفاجأت. قال للحقيقة الرب قال لي عشان أجي. خير؟ قال عاوز أشوف عادل. قالت له بيذاكر؟ قال له قولي له أخ عازر جاي يشوفك ضروري. قالت له خير؟ قال الرب هو قال لي تأجي، ضروري أشوفه. طيب اتفضل. أو طيب، دقت على عادل ابنه، عنده دينار بيسمع، بعد ما نشفه من السكر دينار. قالت له أخ عازر جاي، يعني جاي من مسافة، مسافة سفر بالسيارة في عاد. قال له قولي له مش فاضي. هيك سمع لهونيك، أنا بذاكر بكرة عندي امتحانات مش فاضي. عنده امتحانات كان مظبوط. قالت له عيب عيب، ده رجل الله، ده خادم المسيح. أقول له زي، قال له قولي له زي ما أقول لك، يجي بكرة بعد ما خلص الامتحانات. قالت له عيب، ظهرت لبرا مش عارفه شو بدها تقول له. البيني قد الكمش، وجه احمر مثل البندوره. سمع، قال له ما تخافيش سيبيه علي. فات لعنده بكل جرأه، قال له ليك يا عادل، قال له انا ما كنتش عاوز اجي دلوقتي، بس الرب اصر علي ان اجي واقول لك اديه قلبك وما تاجلش. قال له حديله حديله بس لما اخلص الامتحانات وذاكر. قال له ما تأجلش، ادي قلبك. هو اصر، مش عارف ليه بس هو اصر، ادي قلبك ما تأجلش. قال له اوكي اوكي اوكي، بس لما ذاكر بذاكر. قال له ما على رسول الا البلاغ. الام الباني قد الكمش خجلانه ومسحيه، اتوقحن الصبي لدرجه مش طبيعيه. قال له انا هرجع، إذا عزتيني دقيلي. قلت طيب، حمل حاله وراح. تاني يوم بيجي تليفون من الأم، من الأم بتدقله، بتقله الحقني خير شو فيه. قالت له عادل في المستشفى. خير ليه؟ قالت له أرجوك تعال بعدين بخبرك. قال له جاي. إجا تاني يوم راح على المستشفى، بمجرد ما عادل شافه بتاخد برا وجهه، ما بده يشوفه. شوفوا قد ايه تقسى قلبه. قال له لك خبريني شو صار. قالت له امبارح لما انت فليت اجى رفيقه بيو جايب له بيجو، شايفين بيجو؟ بيجو جديده من الشركه. فقال له هات نروح انا وياك مشوار ندشن السياره انا وياك. قال له نروح.
يقعد مع خادم المسيح؟ لا، بس يروح مشوار بالسيارة. ايه طب على اساس عندك امتحانات وبكرة فحوصات جامعة. السيارة السيارة، ودي عايزة كلام. قالت له هني ورايحين، قلت لكم بمصر مسافات، يعني بتطلع بالصحراء احيانا بتفكر في واحد مي وبكون سراب. عملوا حادث مميت، السيارة راح كسر، صديقه مات، هو قدامه 48 ساعة وبيموت. انضرب العمود الفقري، بلش الشلل يضرب من إجريه وطلوع طلوع طلوع طلوع. 48 ساعة لوين بيوصل الشلل؟ للروية والقلب. يعطيكم العافية. وهو عريف انكسر قلبه، فات لعنده قال له مش عاوز المسيح بتاعك. إله كل فرصة. قال له يا عادل، الرب ما بعتني لعندك امبارح هيك صدفة، عارف شو بده يصير. الرب بعتني لأنه بحبك، هيدي فرصتك يا ابني، عندك 48 ساعة وبتموت. أعطيه قلبك ليش؟ قال له مش قادر، سيبني مش قادر. يا عادل قل له ارحمني. قال له مش قادر، مش عاوزه مش عاوزه، هو اللي عمل فيها كده، مش عاوزه. شوفوا لوين وصل، صار يحط حق على الرب. شو خص الرب؟ لو انك صادق وبيت عم تدرس بامتحاناتك، يمكن كان رفيقك لحاله قتل، بس ما رضيت تسمع رسالة الرب من رجل الله كرمال تروح تشم الهوى بسيارة بيجو. شو بدي يعمل؟ قال لا انا رح صلي له. قالت له ارجوك ما تتركني. قال يا بنت شو بدي اعمل؟ بقيت حدك شو بدي اعمل؟ ما عندي خدمات ومسؤوليات، انا رح صلي له. حمل حاله وراح. لما قربت اخر لحظات نهايه 48 ساعه، شو بدكم يصير؟ فجاه امه تسمعه عم بيصرخ، ماما نار، حوشي عني النار، نار بتاكلني. استغربت الام، افتكرت في شيء، ماسكاربا، ركضت عم تطلع تحت التخت، فين النار يا ابني؟ ما فيش. الله نار بتاكلني، نار حوشي عني النار. شايف نار جهنم عم تاكله قبل ما يموت. وراح كان وجهه اصفر واخضر، مات وعم بيصرخ نار نار حوشي عني النار. بتصل بالاخ عذر وبتقول له 1 2 3 هيك صار، ضاعت الفرصة. فيك تكفل الليلة انك تطلع من هالاجتماع، او انت على البنك رب يحميك تكفل حياتك للأبد. الرب قصد يفرجي امه كيف ابنها رح تكون نهايته، لانه احيانا الام من عاطفتها مثل بتعزي نفسها انه لا لا ابني ادمي، ابني قلبه طيب مظبوط وعصبي ونرفوز ولئيم ونجس، بس انه هيدا ابني بعرفه انا. قلب الام صح؟ هيك الامهات اجمالا، لانه تعباني على ابنها، فهي اصلا بترفض انه يكون ابنها هيك، يعني بعقلها الباطني انا ما بدي ابني هو هيك، بس انا ما بدي يكون هيك، ولازم يتغير، رح يتغير، انه عطول عنده امل ورجاء. رب فهمها وانقطع الرجاء، مات ونار جهنم عم تاكله. فرصة. فيك تكون مثل زكا استفاد من الفرصة، وفيك تكون مثل عادل. انت بدك تختار، هيدا خيارك. ما تقول انا عايش، وعفوا عادل كان مسيحي بالتذكرة، ومش بس هيك امه مؤمنة متجددة تايبة عايشة ليسوع مختبرة الخلاص، الانجيل بالنسبة الى طعامها، مش الجريدة طعامها، مش المسلسلات التركية والمكسيكية والسورية طعامها، لا، كلام الرب حياتها. عيشي على كلام الرب، ما بتبني حياتها على اللي بتشوفه بالتلفزيون وبالإعلامات. هيدي أوهام يا أحبة، في إشياء بتصير بالحياة أكيد، معقول لا،
بس انه بعيش عهول. وجدت كلامك يا رب فاكلته. يسوع ليلى مستعد يغنيك بحبه، يغنيك بخلاصه، يخليك تعرف انه هو احبك للمنتهى، احبك للموت، ما احبك بمحبه معينه محدوده وبعدين قال لك انت ما بتنطق خلص اشوف غيرك. تعرف بضل يعطيك فرصه لاخر لحظه، اخر لحظه من عمرك طول ما انت حي بيعطيك فرص. بس تعال عنده. عروس النشيد بتقول انا سوداء وجميله. كيف سوداء وجميله؟ هلا في صوت حلوين اكيد، ما عم اقول لا، بس اجمالا بتعرفوا الجمال ينسب لمين؟ يا شقرة يا بيضة يا سمرة، بس سوداء. قال لوحتني الشمس، تجارب وصعوبات وضيقات ومشاكل سودت عيشتك، سودت قلبك. خليني اقول لك، بعدك عن يسوع رح يخلي كل المصايب اللي عم بتصير معك بالعالم تخربك، مش تحسنك، تصير من سيء لأسوأ، عفوا تصير نجس اذا ما كنت يعني لئيم ونجس وبخيل وبترد الصعصة عين وبتنتقم ومش طايق حدا ومش طايق الناس، توصل لمرحلة مش طايق خيالك، بطلتش خيالك. ليه؟ لأنه نعمة الرب مش موجودة بحياتك. بتلاقي العالم شرير وعم يستغلوك وبياكلوك وبيضحكوا عليك وبيعملوا معك، فبتقول بده يرد لهم الصعصة عين. بالنسبة لك ما عندك راعي تتكل عليه وتتعلم منه شو لازم تعمل. انت اله نفسك وراعي نفسك وسيد حياتك، مش يسوع سيد حياتك، بصير تعمل اللي براسك. فشو عم بصير فيك؟ عم تسود من جوا ومن برا، عم تخرب، عم تخرب. الكتاب بيقولها بسفر الرؤيا، قال من هو نجس فليتنجس بعد وبعد وبعد، من هو ظالم فليظلم بعد بعد بعد. لكن من هو بار قال فليتبرر بعد بعد بعد، من هو قديس فليتقدس بعد. بس لما يسوع بيصير بحياتك بتصير هالتجارب والضيقات والصعوبات اللي عم تمرق فيها تتنقيك. الرب بيستخدم هالشيء تيجوهرك، بتصير تتجوهر، بتصير تشوف ايده بحياتك، معاملاته بحياتك، وعوده بالانجيل عم بتتم بحياتك، حضوره بحياتك، بحط بحياتك ناس اشخاص مشتركك بفهمك انا بطريقه ما، او مشتركك، منك متروك للظروف. ادخلك في النار في الماء لكن سيخرجك الى الرحب، حط ناس على كتفك ضغط عليك عم بجوهرك. خليني اقول لك، الجوهره انت شايفها قدامك جوهره جاهزه، بس اللي خليها تصير جوهره الضغط والنيران الكثيفه والفترة الزمنية اللي تعرضت إلى النيران. مش تغري حطها بالنار وبالضغط وخلصت، لا، بدها فترة. سامعين بالفانيليا؟ بودرة الفانيليا تحبوها كتير، نستعملها بالجاتو. معك خبر هيدي النبتة تتصير بيضة وطيبة لقديه بتتعرض شغل؟ بدها 9 أشهر تخباية، 9 أشهر تتخبى وبتنطحن وبتنضغط لبعدين تتحول لبودرة بيضة، هي لونها مش أبيض أصلا، فانيليا. الألماس كذلك بالضغط، بالضغط بتشوفوا ألمازة. لما بتصير بإيد المسيح وساكن في المسيح وساكن فيك رح تتحول لشخص ثمين بعيون الله بعيون الناس. رح تتحول لشخص الكل بيحبوا يحكوك ويعيشروك ويقعدوا معك وياخدوا يعطوا معك. ليش؟ لأنه الله شاغل على حياتك. قدي أنت حلو تكون شخص عارف حالك نور وملح بالعالم، فرق ما تكون لعنة، فرق ما تكون مكروه، فرق ما تكون شخص منبوز. تعرف حتى لو أمك وبيك ما فهموك، قال إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. قالت عروس النشيد،
قال حتى أهلها نبذوها وأبغضوها. أبغضوها تركوها ليه؟ كرمال حبيبة يسوع. قال جعلوني ناطورة الكروم. تعرف شو يعني؟ يعني العالم بيجعلك شخص بتنطر كروم غيرك، وأمور ما بتخصك بتخص غيرك. قال أما كرمي فلم أنطره. يلي بخصك ولازم تنتبه له وتنتبه على مصيرك تاركه هامله. حدا عنده شقفة أرض بيهملها بروح بيزرع شقفة أرض غيره وبيهتم فيها وبيسقيها وأرضه أكلها الشوك والحجار. مين بيعملها؟ بتنطر كرم غيرك، وكرمك مين بينطر لك إياه؟ في مصير مخيف ناطر كل شخص بعد ما تقبل مع يسوع يا أحبة. ما تقول يلا أنا عايش، ما تقول قل له يا رب الليلة بدي تغير لي مصير حياتي ومصيري الأبدي. الليلة بدي أتعرف عليك كعريس حياتي الأبدي. بدي ذوق حبك، بدي ذوق جمالك، بدي ذوق لطفك، بدي ذوق طيبتك، بدي اتغير. حتى لو كنت اسود مثل ما انت بيقبلك، مثل ما انت بيقول لك تعال عندي وانا بغيرك. هيدا الاله القدير اللي كنت عم بحكي عنه من شوي. من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر، وكال بالكيل تراب الأرض، ووزن الجبال بالقبان، والأكام بالميزان. لا يستحيل عليه أمر. يا أحبة، نحن ما منخلق أولاد السماء، نحن منخلق مشروع نصير أولاد السماء. مشروع الله رتبه على الصليب لحتى يدفع ثمن خطايانا وخطاياك وخطاياك وخطاياي، لحتى تحط عليه تتكب خطاياك على نعمته على صليبه. مش تعال تتضبط بحالك. قال أنا سوداء وجميلة. كيف؟ في عينيه. ما بتعرفوا أشخاص نحن بنعرفهم حبوا أشخاص سود وتجوزون ليه؟ بعيونه حلوة. نحن اللبنانية طواويس نحكي ونلتلت حكي، بس بعيونه حلوة لو سودة حبة. طب كيف بيتجوزها واحد أسود مثلها دخل يكون؟ أنت أسود بنظر الله بخطاياك، بضعفاتك، بمصايبك، بعاداتك، بطبعك المرت يمكن، بس رح يشتغل عليك لما بتصير بين إيديه. رح تصير حلو بعيونه وبعيون الحواليك. أمين؟ قال أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أنا أكون كمقنع عند قطعان أصحابك؟ لماذا أكون أنا كمقنع؟ لما رح تجي ليسوع خليني أقول لك كتار ما رح يفهموك. في منه رح يفكروك لابس قناع مزيف. تعرف لما تجددت أنا قال لي بيي شو عمل لي ضرب هالمرة؟ شو؟ بشو في هيت؟ شو عامي؟ شو صرت أنت؟ أي جماعة؟ أي ضرب عم تعملوا فيي؟ صدوني ما فهم أنه في اختبار خلاص صار بحياتي. أحكي له أنا تجددت يا بيي، أنا يسوع غير قلبي، أنا صرت إنسان تاني، الدنيا جديدة بعيوني، ما بعرف شو صار لي. يقول لي يلا مرة علي، شو عامل؟ شو في براسك؟ ما كان يوثق. الناس حوالي صاروا بالحي يحكوا علي، يقولوا لي شو بي ابنك رننا؟ رن ابنك، مش طبيعي صاير. ليه؟ من إنسان نجس محتال فناس كذاب لعبجة لخروف ما بيستوعبوها. شو هذا عم بيعمل علينا شيء؟ كيف انقلب يعني؟ بتعرفوا مين هول بيكونوا هيك؟ عفوا ما تفهموني غلط. يلي بيتعاطوا مخدرات هني خبرة بهالشغلة، مارقين علي لأنه. هول بيلبسوا أقنعة، أنا بقول لك، طيب يوصل لمقربه، بفوت فيك مثل النعس
يا تيسحب منك مصاري، يا حتى يشلحك بطريقة ما، يا حتى يمرق عليك انه هو انسان كويس، بالنهاية انه كل هدفه يستمر. بس لما بتتقابل مع يسوع، ايه انديس برح تفهمك. انا اعمل لك برك تكون كانسان لابس قناع بالنسبة لهم، لكن انت بالنسبة للرب صرت ابنه وصرت بنته الغالي على قلبه جدا جدا جدا. رح تسمع هذا الصوت يقول لك انت ابني، انا اليوم ولدتك. تعرفك تولد ثاني مره؟ رح يصير احتفالك بعيد ميلادك الثاني اهم احتفالك بعيد ميلادك الاول الجسدي، لانه ميلادك الجسدي الاول جاب لك الموت والمصايب، بس ميلادك الثاني جاب لك الغفران والحياة الأبدية، وانكتب اسمك بسفر الحياة. حبيبي الليلة اسمك انكتب بسفر حياة الخروف. تصير ابن الرب، مش عم بحكيك كلام حلو، عم بحكيك حقايق، هي حقيقة. يسوع ذكره بالإنجيل، قال يلي بيعطيني قلبه سأكتب اسمه في سفر الحياة، رح يكتب لك اسمك عنده ويغفر لك كل خطاياك. قال لا أعود أذكر خطاياهم ولا تعدياتهم فيما بعد. ورح تعرف أنه صار عندك عائلة سماوية تفهمك وتحبك وعندها نفس اللغة ونفس الاختبار. حابب الليلة تحسمها ولا حابب تضل تحت ديرونة الله؟ إجاك الموت، وين رايح الليلة؟ سأل نفسك إذا الليلة متت لا سمح الله، رب يسمع، ما بتعرف كيف، وين رايح؟ عامل حساب اخرتك ولا حاطط راسك بين هالروس؟ قول يا قطاع الروس. عارف الرب شو بيقول؟ لا اسر بموت الشرير. اذا انا شرير يا حبيبي، انا ما عم قلك انا انت شرير، الرب عم بيقول مش انا. انتبه يا خيي، بدون يسوع بنظر الله وقداسته انت وانا شرير اشرار. قال بلكن أسر بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. طب ليه بيسمي الإنسان ما بيعرفه شرير؟ لأنه هو قدوس كامل، عيونه أطهر من أنه يشوف الشر، وأنت عم بتعيش بشرور. طب مثبتك شو؟ مش شر. كذباتك مش شر، احتيالاتك مش شر، شهواتك مش شر، تفنيسك مش شر، غشك مش شر، إهمالك ولأمنتك مش شر. طب هو شرور. طب هو اللي بيطلعوا من طبيعة شريرة خاطئة. نحن بنخلق خطاط يا أحبة بالطبيعة قبل ما نخطئ، مش لأني خطيت صرت خاطئ، لأني خلقت خاطئ أنا عم بخطئ. من البطن سميت عاصية. يسوع ليه قدر يكسر هاللعنة بحياتك؟ بيجعلك مقدس فيه، مبرر بدمه مجانا، مش بأعمال ولا بصلوات، بالنعمة. لأنه ما فيك ترضي إله كامل، ما فيك، كله بالنعمة. حابب بالليلة تاخد هالقرار؟ يا ريت نغمض عيوننا. كل واحد يقول يا رب بدي ذوق حبك وحلاوتك وخلاصك. يا من تحبه نفسي أين ترعى؟ قل له يا رب أنا بدي إياك، وين ما تكون أنا بدي إياك، بس أنا رح أقول لك هو هون، هو الليلة هون. بيقول بإنجيله حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. هو بيناتنا، هو في وسطنا. أنت محتاج الليلة تقول له سامحني، طعنتك كتير بخطاياي، أهنتك كتير بأثامي، بهدلت اسمك بحياتي وسلوكي، أنا مني قادر أتغير، لكن أنت قادر على كل شيء، غيرني، بدي أعرفك، بدي ذوقك، بدي إيدك على حياتي، بدي روحك يسكن فيي، بدي صير ابنك، بدي أولد منك، بدي تغير قلبي وأحشائي وكياني يا رب، بدي أعرفك معرفة شخصية.
ما بدي انزل على جهنم، ما بدي يكون مصيري النار الأبدية مع الشياطين والأبالسة والأرواح والنار التي لا تطفأ والدود اللي ما بيموت اللي عم يأكل الناس للأبد. أنا بدي يكون نصيبي معك، ما خلقتني للجحيم، خلقتني للنعيم لأني عصورتك ومثالك. ادخل لقلبي يا رب، صرخ له الصلاة من قلبك، غيرني فأتغير، خلصني فأخلص، اشفني فأشفى. انت القادر، انا ماني قادر بس بريد. انا بدي اياك الليله، انا بدي ارجع ذوق حبك، بدي ارجع تملاني بحبك واعرف انك اله حب، الله محبه. ما ترتاح على وضعك، خذ هيدا القرار وكون حكيم. ربي يقول لك يا ابني كن حكيما وفرح قلبي، هيدا قرار حكمة. حدا صلى هالصلاة بحب يعطيني إشارة برفع ايده تنصلي له. أمين 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 أمين. حدا بعد يا أحبة بنرفع قدام عرش النعمة، ما عم بدهيك لطايفة، ما يشوشك إبليس الوسخ، أنا عم بدعيك ليسوع المخلص. نسيت تذكرة الأرضية، ما حدا ياخد تذكرته معه على السماء ولا على جهنم. ملايين المسيحية بتذكر على جهنم وملايين كل الطوائف على جهنم، لكن اللي غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم بدم الخروف هم أمام العرش وأمام الخروف. حبا بتكون منهم الليلة، قل له يا رب أنا بدي إياك، أنا بدي إياك. آخر هم الطائفة، ما تفكر بالسماء في طوائف، إياك بالسماء في ناس تخلصت وتغسلت بدم المسيح. في حدا بعد بحب نصلي له؟ يا ريت اللي رفعوا ايدين يوقفوا يا أحبة، حبيب شجعكم وقفوا الليلة. اللي رفعوا ايديهم بدهم يسوع بجدية، أنا بدي إياك يا رب، بدي أعرفك، بدي أتقابل معك. ما تستحي إذا أنت صليت من قلبك، ما تستحي. رب يقول من يستحي بي أمام الناس سأستحي به أمام أبي وأمام ملائكة أبي. رح يخجل فيك بكرة، يقول لك ما بعرفك، خذ قرارك، قل له بدي أعرفك الليلة يا رب، بدي ذوق خلاصك. يا رب يسوع بارك كل إخوتي يلي رفعوا مش بس إيديهم، مش بس اللي وقفوا، حتى اللي رفعوا قلوبهم يا رب خجلانين، قل لك يا رب اكسر هذا الخجل بحياتهم، خليهم يعرفوا انه لازم يخجلوا من خطاياهم، مش يخجلوا فيك. انت بترفع الراس لكن الخطية بتوطي الراس. مجد بكل هؤلاء اللي طلبوك وقبلوا خلاصك وقبلوا فدائك ببلاش المجاني. بقول لك يا رب الليلة اكد لهم انك قبلتهم وانك ختمت قلوبهم بروحك القدوس وانك سجلت اسمائهم بسفر الحياة. المسهم الليل يا رب بعيد اللحظة، لمسة سلام، لمسة فرح، لمسة يقين، لمسة أمان من لدنك يا رب. يا روح الله أنت العامل، المسهم يا رب. كل واحد طلبك بجدية أنت مستعجل أكتر منه أنك تعطي الخلاص ويصير من أولادك. اتمجد بحياتهم، اجعلهم ثابتين فيك وبكلمتك يا رب وبكنيستك لكي يكونوا منارة وملح مطرح ما انت وضعهم يا رب. مجد باسم المسيح بحياته ولك كل المجد، امين. تفضل يا احبة. حابب انصح الاشخاص يلي فعلا اخذوا هيدا القرار، بدي منك تبلش تقرا بالانجيل. يمكن تقولي انا مش معود، تعود، بلش اقراه بالانجيل. ورح انصحك نصيحة شوي كنت تستغربها، بلش بإنجيل يوحنا، بلش بإنجيل يوحنا.
لأن هيدا الإنجيل أبسط شيء يوصل لقلب شخص بده يبلش مع يسوع. ورجع كمل الإنجيل العادية وكمل عادي. بس بلش بإنجيل يوحنا. ثاني شيء، وين في أشخاص مثل هالكنيسة عندهم اختبار الخلاص؟ أشخاص عطيوا قلبهم ليسوع، عايشين بنور، منهم كاملين يسوع الكامل. عملك أشخاص عطيوا قلبهم ليسوع، أشخاص ضاقوا هالنعمة، ضاقوا هالخلاص. تعال الاجتماعات، إذا ما عندك كنيسة بشجعك تتابع تتنمى وتتغذى ويكون لك شركة مع الأشخاص، لأنه هيدا رح ينميك. تعرف المبرد تيبري الحديد بده يكون حديد، ما فيك تبري حديد بمبرد بلاستيك، صح؟ بده يكون حديد. فنحن حياتنا مع بعضنا بتجوهرنا مع بعضنا بتنقينا، كتير مهمة كتير الشركة. الكتاب بقول بالكتاب بيعمل كانوا يواظبوا على الشركة وتعليم الرسل وكسر الخبز، مثل أحد جاء عنا كسر خبز إن الله راض. يعني مساء ما في اجتماع، تذكروا أحد جاء المساء ما في اجتماع، الحاضر يعلن الغيب، عنا كسر خبز صباحا. فالشخص اللي عطي قلبه ليسوع له حق ياخد شركة جسد المسيح، له حق. بس يلي ما عطي قلبه للمسيح ما له حق ياخد، قال بقول الكتاب يأخذ دينونة لنفسه. فواظب على الاجتماعات وشركتك مع المؤمنين. ثالث شيء، واظب على علاقتك مع الرب الشخصية الفردية كل يوم. احكي حكي، افتح له قلبك، هيدا بيك صار. احكي حكي وساق انه صالح وكامل وكلي القدرة والمعرفة، ما تخاف. وساق فيه للعمى انك انت بين ايديه. ورابع شيء، ما تستحي فيه بين الناس، ما تستحي فيه بين الناس. ما استحى ياخد خطاياك وخطاياي وخطاياك، ما استحى. انت ما تستحي فيه، ما اخذ منها شيء منيح، انتبهوا تذكروا، اخذ منها كل شيء مرت. قال انا سوداء، كل شيء اسود اخذوا منها. ليه؟ قال يجعلنا ابيض اكثر من التلج. طيب بيضك، خبرك سر، الشياطين اللي بالعالم بتشوف كل شخص تابعه في قلبه للمسيح لابس ثوب ابيض. هذا السر عم خبرك اياه. تعرف مين بيعرف هالشيء؟ بيحضروا ارواح، اللي بيحضروا ارواح بيتعاطوا مع الشياطين هن بيعرفوا هالسر. صدقوني الشياطين بتشوفك لابس ثوب ابيض، من هيك بتعمل جهد توسخ لك ثيابك وحياتك، توقعك من هون وتفركشك من هون. فانت عليك صار ثوب البر، فانتبه كيف تعيش. منك عادي مثلك مثل غيرك، مش عملك تتفتخر، مش هالكبرياء، هي مسؤولية. تعرف العروس يوم العرس بتبقى عم تعمل المستحيل انه فستان العرس ما يدق بشيء، ما يدق بشيء، لانه اقل شيء ببين عليه. وين بدها تنظف؟ وين بدها تشلح وتغير؟ ما في. فالرب عم بيشتغل بقول على عروسته، قال لي كي يحضرها بلا غضن بلا شائب بلا عيب بلا دنس، يعني طاهرة من جوا وتيابها طاهرين من برا، قلبا وقالبا. اشتغل عليك، فما تستحي بيسوع، خبر انه يسوع خلصك وغيرك، ورح تختبر فرح مش طبيعي لما تخبر عنه. صدقوني وعم نحكيك عن اختبار. أمين. وإذا عندك أي سؤال في شيء ما فهمته، أنا هلأ مستعد جاوبك، مستعد هلأ أنطر. إذا حدا من الأشخاص اللي عطي قلبه ليسوع في شيء بعد مش فهمينه، هلأ ما رح تفهم كل شيء فرد مرة، بس عقدك رب رح يعطيك تفهم. أمين. رب يبارككم يا أحبة، ويكون معكم ويتمجد بحياتكم. نشوفكم الجمعة بنعمة يسوع. وفقين.